وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. صدق الله العظيم. هؤلاء هم أهل الجاهلية، جعلوا بحيرة وسائبة ووصيلة وحاميا تحريما من الشيطان، وحرموا ما في بطون هذه المواشي، فكان ذلك من الشيطان افتراء على الله سبحانه وتعالى. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا الآية، هو اللبن كانوا يحرمونه على إناثهم ويشربه ذكرانهم، وكانت الشاة إذا ولدت ذكرا ذبحوه، وكان للرجال دون النساء، وإن كانت أنثى تركب لم تذبح، وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. وعن قتادة: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، ألبان البحائر كانت للذكور دون النساء، وإن كانت ميتة اشترك فيها ذكورهم وإناثهم. وعن عامر قال: البحيرة لا يأكل من لبنها إلا الرجال، وإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء. وقال آخرون: بل عنا بذلك ما في بطون البحائر والسوائب من الأجنة. وعن السدي قال: هذه الأنعام ما ولد منها من حي فهو خالص للرجال دون النساء، وأما ما ولد منها ميتا فيأكله الرجال والنساء. وقال أبو جعفر: وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الكفرة أنهم قالوا في أنعام بعينها ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا دون إناثنا، واللبن ما في بطونها وكذلك أجنتها، وأنهم كانوا يؤثرون بذلك رجالهم إلا أن يكون الذي في بطونها من الأجنة ميتا فيشترك حينئذ في أكله الرجال والنساء. وقال ابن وهب: قال ابن زيد: وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، قال: تأكل النساء مع الرجال، إن كان الذي يخرج من بطونها ميتة فهم فيه شركاء. وقالوا: إن شئنا جعلنا للبنات فيه نصيبا، وإن شئنا لم نجعل. أما عن تأنيث خالصة فقال الإمام الطبري يرحمه الله تعالى ويغفر لنا: اختلف أهل العربية في المعنى الذي من أجله أنست خالصة، فقال بعض نحوي البصرة:
وبعض الكوفيين أنست لتحقيق الخلوص، كأنه لما حقق لهم الخلوص أشبه الكسرة، فجرى مجرى راوية ونسابة وعلامة. وقال بعض نحوي الكوفة أنست لتأنيث الأنعام، لأن ما في بطونها مثلها فأنست لتأنيثها، ومن ذكره فلتذكير ما. قال: وهي في قراءة عبد الله خالص، وتكون الخالصة في تأنيثها مصدرا، كما تقول العافية والعاقبة، وهو مثل قوله: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: أريد بذلك المبالغة في خلوص ما في بطون الأنعام التي كانوا حرموا ما في بطونها على أزواجهم لذكورهم دون إناثهم، كما فعل ذلك بالراوية والنسابة والعلامة إذا أريد بها المبالغة، كما يقال: فلان خالصة فلان. وأما قوله: ومحرم على أزواجنا، فإن أهل التأويل اختلفوا في المعنى بالأزواج، فقال بعضهم: عنا بها النساء، وقال آخرون: بل عنا بالأزواج البنات. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.